السلام عليكم. السلام مصطفى. يسأل مد. اتفضل اتفضل اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس كان عندي سؤال يا شيخ. سل عما بدا لك. انا في شغال على النت يعني ببيع منتجات على الانترنت. فالمهم ان في حاجات ببيعها فالناس بتطلب مني حاجات. فدلوقتي لو في شركة شحن انا متعامل معاها بتيجي تاخد مني الاوردرات اللي هتوصلها للناس. فباخد منها قيمة الحاجة دي المنتجات دي وهم بعد كده الناس بتحاسبهم بتحاسب شركة الشحن. هل ده فيه غلط او حاجة؟ طيب هب ان المشتري رفض السلعة. برجع الفلوس يعني بتاع شركة الشحن بيقول لي وبرجع له فلوس عادي. لا بأس ما دمتم تراضيتم على ذلك. مفيش مشكلة. لكن هو عفوا الناقل هذا الشاحن هل يأخذ أمواله مع زيادة غير زيادة قيمة النقل ولا لا؟ لا لا هو بياخد يعني بياخد منه في قيمة الحاجة بتاعتي وكمان هو بياخد بقى في الشحن ديت بياخدها من العميل. ماشي حاضر سامعك. حتى يوفر على نفسي الوقت يعني في الرجوع. إن زي أرسلت الشاحن السيارة توصل السلعة ستوصل السلعة وتأتيني بالفلوس. فهو يقول بدل ما أنا أروح وأجي لك بالفلوس مرة ثانية يا عبد الرحمن خذ فلوسك يا أساس أوصل السلعة وأمشي. لا بأس بهذا.